كل حاجه احساسها مختلفه. فانا من النوع اللي انا لازم احس الموقف نفسه. انا ببني جوايا ان انا شخصيه خالد السمري وبفهمه كويس جدا، وببني تاريخ للشخصيه من هو صغير لغايه اول مشهد الناس بتشوفه. التاريخ ده ببقى جايبه من خلال القرايه بتاعتي بتاعت السيناريو وكلامي مع المؤلف والمخرج. يعني هو الولد ده مثلا من طبقه شعبيه ولا من طبقه غنيه؟ ما ينفعش اعمله من طبقه غنيه، ما هو في فيلا بس هو اتجوزها ليه؟ فايمن لا، هو الولد اصلا من بنى نفسه بنفسه ابن بلد، فما ينفعش ان انا اعمله في التاريخ بتاعي انه كان عايش في المعادي او كان عايش في التجمع وكده. فده كان عايش في منطقه، فاروح ابص على المنطقه احس البتاع كان بيقف على الكشك يجيب المش عارف ايه والبتاع، اتعرف على موسى فين وهم كانوا ايه، طب ايه المشاهد اللي كان بينهم. فبقعد اكتب مشاهد للحياه بتاعته. ما راح اللي مش في سكريبت، راح الغردقه شاف موسى ازاي، كانوا بيتخانقوا فتعرفوا على بعض فوقف جنبه فكذا، واكتب بقى التخيل بتاع المقابله ده في صيغه مشهد. فعدد لا نهائي من المشاهد مكتوب عندي وبقراه كل يوم قبل ما انام. ده بيبني جواك وبيعمل علاقات. حب هو لما حبش قبل كده، طب هو مثلا اتجوز واحده اكبر منه ليه؟ عشان هي غنيه، هو عايز برضو يعمل الايمج. فطب هو وهو صغير بيت سابته فعشان هو مش بتاع، فبقى عنده حته جواه انه عايز. فبقعد اخد من في الفيلم ببني حاجات، دي كلها حاجات الناس ما بتشوفهاش بس بتخليني جوايا خلاص ده تاريخ خالد السمري جوايا. وكان من الصعوبه طبعا الظروف اللي انا كنت بمر بيها في التوقيت ده في التصوير، كانت ظروف صعبه ان الواحد اصلا يشتغل او يمثل. كانت ظروف عايزه الواحد انه يقعد في مكان بعيد ويبقى بعيد عن الشغل او كده. لكن طبعا انا كنت ملتزم مع فنانين وملتزم مع انتاج ومعطلهم، فكنت لازم ان انا اصور. فكان الصعوبه بالنسبه لي ان انا كمان اقدر ان انا اطلع يعني افصل دماغي ومشاعري واحاسيس الشخصيه بتاعت حسن اشيلها واقدر احط مكانها على قد ما اقدر خالد السمري عشان اقدر ان انا اشتغل. فكان صعب، كانت تجربه صعبه جدا بالنسبه لي في كل الجوانب اللي فيها بصراحه. حسب الدور يعني، فيلم كف القمر مثلا ده كان اول فيلم انا اعمل فيه طريقه، كان في انا مثلا متعلم، انا خريج معهد فنون مسرحيه، فاحنا عندنا طريقه بنشتغل بيها بتعمل بعد مادي للشخصيه وبعد اجتماعي والبعد الايه النفسي. البعد المادي او البعد الفيزيقي اللي هو الشكل بتاع الشخصيه، والبعد الاجتماعي هو منين ساكن فين بيعمل ايه بتاع كده. البعد النفسي دايما هو بيبقى صعب، التاريخ بتاع الشخصيه. طبعا انا كنت في معهد بنعمل مسرحيات ادب عالمي وادب عربي وبتشتغل، بس واحده واحده انت بتقدر تكتشف نفسك وتكتشف ادواتك وتكتشف نوعك انت كممثل بتاثر بايه. هل الذاكره الانفعاليه مثلا تنفع معايا ولا تنفعش؟ ممكن تنفع ممثلين تانيين. انا بالنسبه لي لازم انا خالد فانا ابقى خالد، انا احس الموقف ده مثلا. انا احساس بالنسبه لي يعني بالنسبه لي مهم جدا. حتى لو انا عندي مشهد في بكا مش لازم اعيط فيه، بس انت الاحساس بيوصل للناس. في ادوار ما بتبقاش فيها مشاعر او فيها مشاهد محتاجه ان انت فتبقى بسيطه. لكن كان في القمر عرفت فيه الطريقه دي بتاعت يعني، وبدات اذاكر فيه بالشخص. عملت تاريخ كبير جدا في الفيلم ده. كنت بروح، كنت لسه في المعهد فندم، ربنا يخليك. انا في الفيلم ده مثلا كنت بروح محل عصير قصب في خاتم المرسلين، كنت قايمها قاعد في الهرم جنب المعهد، وكنت راجع بروح اشرب من عنده عصير. فقلت له انا عايز اجي اشتغل عندك في، قال لي ازاي؟ قلت له وانا الكلام ده كان 2010، انا كنت عملت الجماعه وكنت في سنه في المعهد لسه، كنت عملت الدالي وكده، فيعني كنت معروف. فرحت ويوميا وانا فاكر حتى كنت بكلم المؤلف الاستاذ ناصر عبد الرحمن بقول له انا عايز اخد لون عشان اغمى، عشان قال لي الشقه بيديك لون والاهم ان انت ايه اللون تاخده من جوه. فالكلمه عجبتني جدا. فانا كنت عامل معايشه تقريبا كامله مع في الشخصيه دي. كنت اروح يعني بالليل انام، مهما لو سهرت ببقى انا عايز اصحى بدري عشان ايه اروح الساعه 9 الصبح للمحل افتحه واشتغل فيه. وكنت امسح الارض وتعلمت كل حاجه بتاعت من التقطيع القصب للصب للرش اور بقى لما بيجوا العيال بتوع مدارس واللي عايز كيس واللي عايز بتاع.
ممكن الحاجات دي ما بنتش في الفيلم، كانش عندي مساحه ان انا باين ده، بس ذاكرته. يمكن لو انا مثلا بعمل الدور ده دلوقتي هيبقى عندي مساحه كبيره. يعني الحاجات دي فادتني جدا، فادتني بشكل كبير، فده ذاكرت فيه برضو مذاكره كبيره جدا. زي لكن هي بتبقى حسب لما بتلاقي دور مكتوب حلو، في حاجات تانية بتبقى دور بسيطه مش محتاجه ان انت تكلكعها قوي وتقعد تقعر الموضوع وتجيب، لان هيبقى اوفر اكتنج.